ويقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما عظم البلاء عظم الجزاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه بالأذى. ولهذا لما كان الأنبياء والرسل أكمل الناس إيمانا كانوا أشدهم بلاء عليهم الصلاة والسلام.